سرنا اليوم حضور حفل افتتاح وإعادة إعمار جامع السلطان ويس الكائن في حضيرة السادة في منطقة الفارو القديم، حيث قامت جمعية باب الصراي على إعادة إعماره بجهود الطيبين والخيرين والمتبرعين من أهالي الموصل الكرام، وهذا ديدن أهل الموصل يدهم ممدودة للخير والعطاء دائما وأبدا إن شاء الله تعالى. نحن الآن في جامع السلطان ويس في هذا اليوم المبارك، سوف إن شاء الله يفتتح هذا الجامع من الجوامع الأثرية المهمة جدا في حضيرة السادة، وقد هدم هذا الجامع كليا والحمد لله بفضل الجهود الكريمة وخاصة من قبل الشيخ ذاكر الله يبارك بينه، اللي هو بدأ بإعمار هذا المسجد، والحمد لله قد انتهى هذا المسجد من كل الإعمار وفيه أشياء كثيرة جدا، وقد أعيد هذا الجامع كما كان بالسابق من كل النواحي، من ناحية القبة وكذلك من ناحية تصميم الجامع والمنبر والمحراب إلى آخره. هذا الجامع العريق الذي يعود بناؤه لأكثر من 350 سنة بناه الحاج جمعة، ويعرف بجامع الحاج جمعة رحمه الله تعالى. تنظيم داعش الغاشم قام بتفجير هذا الجامع بدعوى أن فيه قبرا، وبعد ذلك يعني ألقيت فيه المخلفات الحرب يعني بعد تحرير المدينة من تنظيم داعش الغاشم. الحمد لله رب العالمين، جمعية باب السراي الخيرية تبنت إعادة إعمار الجامع، فبدأنا بإعادة إعمار الجامع في شهر شباط سنة 2020، يعني قرابة سنتين إلا شهر تقريبا. الحمد لله رب العالمين، يعني هذا الجامع بمساحة 2800 متر مربع، قمنا برفع الأنقاض بما يزيد عن 420 قلاب سكس أنقاض، ودفن هذا الجامع يعني بدال التربة بعمق 4 أمتار، لأنه الجامع كان عميق جدا، حتى استطعنا من رفع الجامع بمساواة الشارع العام لشارع الفاروق. الحمد لله رب العالمين، راعينا في الجامع التشكيل العمراني القديم، الأقواس هذه القديمة والمحراب والمنبر، فالمنبر الذي خلفنا ومحرابه ومحراب جديد إلا أنه بطراز القديم، وكذلك استطعنا من إعادة المحرابين القديمين للمسجد لكن ألحقناهما بالمصلى. الجامع له يعني هذا حرم الجامع، وهنالك قاعة للمناسبات، وهنالك مصلى للنساء، وهنالك مصلى بطابق ثاني، وهنالك مغسل الأموات، وهنالك شقة للمقيم، وهنالك دار لتحفيظ القرآن الكريم، كما هنالك غرفة للإمام، وحديقة كما قلنا مساحة الجامع الكلية 2800 متر. بحمد الله تعالى كنت مشرفا على بناء هذا الجامع بعد أن شرفني وكلفني الشيخ الدكتور ذاكر حساوي بمساعدتي في إعمار الجامع الذي كان له فضل كبير في بنائه، فكنت أنا المهندس المدني معنا الغلامي أعددت التصاميم الإنشائية للجامع برفقة، وأشرفنا على بناء الجامع أنا وزميلي وأخي العزيز المهندس جمال الطويل، وتم إعداد التصميم المعماري من قبل الدكتور أحمد العمري رئيس قسم الهندسة المعمارية في جامعة الموصل. حاولنا أن نعيد الجامع على طرازه الأول وكما كان سابقاً.